هل تعلم أن ليلى العامرية حبيبة قيس بن الملوح لم تكن جميلة بل كانت قبيحة؟ وهل تعلم أنها كانت شاعرة أيضا وقد رفض الأهل تزويجهم لأن قيس كان مشهور بحبه لليلى؟ وكان العرب قديما لا يزوجون من هم مشهورين بحبهم. ليلى كانت فوهاء أي واسعة الفم، قصيرة، جاحظة العينين، شهلة أي يشوب سواد عينيها زرقة، سمجة أي قبيحة ولا جمال في وجهها. لما سمع قيس ذم الناس بحبيبته أنشد قائلا: يقول لي الواشون ليلى قصيرة، فليت ذراعا عرض ليلى وطولها، وإن بعينيها لعمرك شهلة، فقلت كرام الطير شهل عيونها، وجاحظة فوهاء لا بأس إنها، منى كبدي بل كل نفسي وسولها، فدق صلاب الصخر رأسك سرمدا، فإني إلى حين الممات خليلها.